صباح الخير. شوية كلام بس، يمكن الكلام مش كافي تنسميه مؤتمر صحفي، منسميه جلسة صحفية إذا بدكم، أو صبحية صحفية. شكرا لأنكم تعذبتوا وكلفتوا نفسكم لبرنامج لونه مش من لون صفار البيض، وما بيعتمد على هبل المذيع يحصد أكبر نسبة مشاهدين عبر الإزازة. ليش برنامج عن الحرب اللبنانية؟ في كتير سألوني ليه ما عملت برنامج ألعاب وليه ما عملت برنامج اجتماعي؟ جوابي هو انه عملت برنامج ألعاب بال86 وقت بلشت، وقت كان في بسمى الإعلام رياض شرارة وما في حدا غيره، يعني بلشنا كنا مع LBC بال86. بس بعدين اكتشفت انه ببرنامج الألعاب فيني سل الناس واسعد البعض منهم، بس ببرنامج البرامج الاجتماعية فينا نفيدهم. فكان الشاطر يحكي اللي هو اختبار محترم لجنان ملاط وللLBC. هلأ ليش هلأ قررنا نعمل برنامج عن الحرب اللبنانية أنا وأستاذ وزيف إرداحي المعد؟ أولا لأنه بين 75 ومنتصف الثمانينات ما كان في فضائيات، وبالتالي الناس ما عرفت تفاصيل وقائع الحروب المتتالية، على غرار مثلا حرب تموز 2006 اللي تابعناها شهر بشهر ويوم بيوم ودقيقة ودقيقة وثانية بثانية. يعني كل ما يطلع طلق رصاصة، كل ما تضرب إسرائيل، كل ما يضرب حزب الله، كل ما يصير شيء يضربوا جسر، باللحظة ذاتها كنا نعرف. هيدي ما كانت متوفرة بين 75 والتسعين، باستثناء طبعا 87 89 89 90، يعني حرب الإلغاء وحرب التحرير يلي نسبيا تغطوا من قبل LBC وتلفزيون لبنان بشكل أساسي. ليش عملنا برنامج على الحرب تانيا؟ لأنه محاولات وصف وتوصيف الحرب كانت قليلة كتير جدا، وعامة الصحافة السياسية بتكون يا مأجورة يا مرتهنة يا اثنين سوا، مثل ما بيقول صاحبنا زياد الرحباني، يعني يا وحدة لبنان يا وحدة أراضي، وحدة من اثنين، يعني اثنين، يا مرتهنة يا مأجورة، يا لا حدا عنده لفة يا لا حدا عنده دقن، يعني أو لا ليبيا، سوريا، السعودية، أمريكا، فرنسا، يعني المحبين كتار بلبنان. فهالصحافة المأجورة والمرتهنة كانت هي تخبر الخبر اللي كان يجي كاذب، لأنه كانت تخبره على ذوقها، يا كان الرابح بالحرب يخبر الخاسر، يعني أنا ربحت الحرب بكتبها، الخاسر بس في يقرأ الحرب. هذا عدم احترام للمشاهد وحريته. ثالثا ليه عملنا برنامج عن الحرب؟ والأهم لأنه اللبنانية ما تعلموا، برأينا المتواضع ما رح يتعلموا، بس نحن ما منفقد الأمل، منقول أنه بركة بعد في أمل إذا خلقنا مساحة حوار، فبركة يلي تقاتلوا الأمس بالسلاح بيقعدوا بيتحاولوا اليوم وبكرة وبعد بكرة بالفكر والنقاش والحوار. وهلأ أستاذ وزيف إرداحي المعد محضر لكم تريلر صغير شي 5 دقائق بتشوفوا، بيعطيكم فكرة عن جو البرنامج. مش هلأ جوزيف، مش هلأ، هلأ يعني بعد شوية. مرسي حبيبي. هلأ محامي الشيطان هو محاولة كتير متواضعة، يعني شو في أكتر من متواضعة أكتر بعد، يعني ما قال علاقة بكل هول الستار سيستم اللي بتشوفون بالتلفزيونات، الناس اللي مفكرين حالهم إترنال إنه هن مش رح يموتوا، ما بيوجعهم بطنهم وما بينفخ بطنهم وما بيصير معهم عقدة مصران وما بيصير معهم ألزهايمر وما بيخرفوا وما بيخطروا وما بينسوا وما بيضعفوا. لا، نحن كل هول، نحن ناس أقل من عاديين أنا وجوزيف، وعم نعمل محاولة أقل من متواضعة لأنه منحترم حرية المشاهد. عم نجرب نعمل بقدر المستطاع محاولة موضوعية ومتجردة وحيادية. هل البرنامج اللي هو محامي الشيطان وظيفته يخبر ليش صارت الحرب أولا، ثانيا كيف صارت الحرب يعني الوقائع، وثالثا شو كانت نتائج هذه الحرب اللبنانية اللي امتدت بين 75 والتسعين. هلأ بهالبرنامج نحن لا مسيحية ولا إسلام ولا يهود ولا دروز، نحن لا يمين ولا يسار، لا 8 أدار ولا 14 ولا 11 ولا 18 ولا 26، لا صليبية ولا إسلامجية، ما خصنا بهول كلهم، لا عروبيين ولا متأمريكيين، نحن على الأد لبنانية، على الأد يعني على الزيح بهذه الإبرة اللي بيعملوا فيها القطبة تبع 6. نحن مع أعطاء الكلمة، وأتقول نحن يعني أنا وجوزيف والأوتيفي وكل الفريق، لأن هلأ رح نقلكم بس كم اسم تعبوا، ومثل العادة بلبنان كل اللي بيتعب ما حدا بيقول اسمه لأنه ولا الكاميرا، بس هو بيكون أهم من اللي قدام الكاميرا. نحن مع أعطاء الكلمة للكل من دون أي استثناء، ومن هون بدعي كل الأطراف والأحزاب والتيارات اللبنانية والفلسطينية والسورية، وعلى رأسها يلي منائد سياسيا لسياسة الرئيس العماد ميشيل عون، يعني ما حدا يفكر انه اذا هيدا بتلفزيون OTV يعني اللي ضد عون سياسيا ما له حق يحكي، هيدا بده يحكي قبل غيره،
بس أكيد بيكون لتيار الرئيس عون يعني جواب للكل في مكان. ورح سمي يعني أنا بدعي من هون القوات اللبنانية وقدام القوات والكتلة الوطنية والكتائب والأحرار و14 أدار والتنظيم وحراس الأرز والتنظيم الشعب الناصري وحركة الشعب وحزب التوحيد، منظمة العمل الشيوعي، حزب الشيوعي اللبناني، الحزب التقدم الاشتراكي، منظمة التحرير، فتح، الجبهة الشعبية والديمقراطية، التيار الوطني الحر، تيار المردة، تيار المستقبل، تيار ميشيل المر، المرابطون، حزب البعث العربي الاشتراكي، رابطة الشغيلة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، القيادة السورية الحالية، وكل التيارات السورية الموالية للنظام أو المناهضة للنظام. نحن ما خصنا باثنين، بس إذا بدهم يجوا يحكوا أكيد فيهم يحكوا، ونحن عم ندعيهم ليحكوا، لأنه الملف السوري هو ملف كتير كبير بالحرب اللبنانية مثل ما الكل بيعرفوا. مندعي كمان حزب المير إرسلان وحزب الديمقراطي العربي، ومنعتذر إذا نسينا حدا، يعني مش إنه مقصودة، بس يمكن ما مش براسنا كل الأسماء. التاريخ وخصوصا تاريخ الحرب هو موضوع تناقض وتباين ونزاع، وتاريخ الحرب لا يكتب بالتراضي وبالتوافق وبالمقايضة وبالتسويات وبالتنازلات. أنا بطلب منكم تساعدوني، ساعدونا، شاركوا معنا، بطلب من كل الناس يشاركوا معنا تيساهموا بنجاح البرنامج، لأنه هذا البرنامج نحن منقدمه ومنعده، بس هيدا إلكم البرنامج، لأنه بكرة ابنكم وابن أختكم وابن خيكم وابن ابنكم بيحضروا، لأنكم كلكم معنيين بلبنان، يا بقتيل يا بجريح يا بمخطوف يا بمعوق يا بمهاجر، ما رح يرجع لبنان إلا متوبت، اللي عم بيروح ما عم بيرجع. كلنا معنيين بالحرب، تعوا نكتبها بكل أيدينا بكل عقولنا وبكل ضمائرنا تما تنعاد حتى لو انذكرت. بقولوا تنذكر وما تنعاد، أنا بقول تما تنعاد حتى لو انذكرت. يمكن ننجح بالاختبار ويمكن نفشل، الأهم أنه قررنا أنا وجوزيف إرداحي نجرب، لأنه كل لبناني من وين ما كان برأينا بيحرز نجرب كرماله. بس طويل الكلمة سئيلة، ماشي حالة مقبولة يعني أنه صريحة. طيب بس بدي أقول شغلة كتير مهمة، انه بدي اشكر روي هاشم مدير عام الاو تي في، لانه لتاني مرة اخذ ريسك مش مفروض ياخده انه نشتغل سوا. بدي اشكره على دعمه كمان، لانه صار كتير شغل بالتحضير بالديكور. بدي اشكر باتريك باسيل مدير البرامج. بدي اشكر كتير الشباب والصبايا الرائعين يلي اشتغلوا على ديكور رائع رح تشوفوه لأول مرة بتاريخ التلفزيون. يعني بكرة بس تدخلوا على ديكور محامي الشيطان رح تفكروا حالكم عجبها. أصلا هو هذا المكان كان جبهة ومرقوا عليه كل الأحزاب والجيش اللبناني، وانتهى الموضوع يعني تسكرت آخر سين بالمسرحية لما دخل الجيش السوري وأعوانه وقسم من الألوية بالجيش اللبناني على مناطق اللي كان مسيطر عليها العماد عون، وصار في شيء اسمه 13 تشرين. هاي كانت آخر يعني إذا بدكم إمكانية لواحد يقول هيدا المحل كان موجود كجبهة. فبرجع بكرر الشكر للمدير الاو تي في روي هاشم، لباتريك باسيل مدير البرامج، لمنسقة الانتاج دونا زعرور، ولا الجروب يلي اشتغل، يعني في جريجوري عيراني اشتغل بالاضاءة وبالديكور، هو وسابين سبعة اللي رجعوا عملوا التسويق، الحملة التسويقية يلي عم تشوفوها. في شاب كتير حبوب وشاطر اسمه رالف بيدون اشتغل كتير على المونتاج يلي بتشوفوه بالتسويق، وفي شخص اسمه فريد سعادة صمم الجينيريك يلي رح تشوفوه، والموسيقى الجينيريك طبعا لآدي جزرة وموسيقى الفواصل أيضا. هلأ إذا بتحبوا أنا حضرت مين المراجع تبعولنا، يمكن بزهق أنه نقعد نقراهم أكيد يعني، بس حدا سأل عندي جواب. إذا بتحبوا تسألوا سؤال أنا حاضر، وإذا ما بتحبوا تسألوا سؤال كمان أنا حاضر. أنا ما عندي ميكروفون لأنه الله عطيني ميكروفون طبيعي ورجع ندم. أول شيء دكتور النجاد ليه ما في حدا اليوم ممثل على مثل ما كانوا واقعين؟ لأنه اعتبروا إنه أول مرة أطلقوا معنا البرنامج، مش ضروري كل مرة يجوا. أولاً بعرف، بس إنه هني وجودهم يعني روي هاشم وقت اللي إجا أول مرة كان بس تقول للناس إنه هو داعم البرنامج، وأصلاً لو منه داعم
ما كنا قدرنا وصلنا لهون لأنه نحط كتير جهد ومصاري بالإنتاج. يعني الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا على الديكور اللي رح تشوفوه بعد شوي صار لهم شهرين ونص بيطلعوا على ظهر الوحش على مركز الارتباوي يلي هو المكان يلي أعادوا تأهيله. يعني حتى المكان أدمنه مقصوف ما فيك تقعد فيه، مثلا أعادوا تأهيل قعدة، أعادوا تأهيل كل المستلزمات يعني لتستقبل الناس، طبعا مش الويديسات يعني، بس أنه إيه أنه اشتغلوا شغل عن جد كتير كتير حلو. في 8-9 كاميرايات يعني عم بيشتغلوا بديكور بعتقد ما نشاف منه بعد. يعني بتدخلي على المحل تفكر حالك على حاجز بس ما حدا بيوقفك. لا انا عم بدي اسالك سؤال عن شباب من اسال الدار شو كل احوال حاجز الحوالي ولا حتى برنامج الشاطر يحكي الاول برنامج تمام تشوفوا الشيء او اكثر من اجتماع من بعد كثير من المحافظات قال لك البرنامج بس ما قدروا يكتبوه بالتحديد لانه يمكن في عناصر ثانيه مكمله اهم وجود حضرتك. نسيتي جنان ملاط. جنان ملاط. الشاطر يحكي لي جنان ملاط. ايه. ليه ما تكلمت هالتجربة على محطة او تي في؟ مالين هالبرنامج بالتحديد وقت كان غير اسمه كانت ال بي سي تملك الحقوق. علما انه الي صليبي هو بعتقد الاستاذ الي صليبي الاعلامي هو اللي اخترع الاسم. التركيز على البرامج التاريخية مع زياد الجيل مش على البرامج مش هن الاو تي في مش هن طلبوا مني اعمل برنامج تاريخي، انا عرضت عليهم برنامج تاريخي قبلوا. ليه ما عرضت البرنامج الاحد على قلبك؟ لانه الشاطر يحكي ما فيك ترجعي تعمليه، بدك فريق يعني كبير كثير. المعطيات اول شيء تغيرت، ثاني شيء بايام الشاطر يحكي يعني وقت البدا بال 95 نحن بلشنا قبل ما نطلع على الفضاء بشوي، يعني نحن بلشنا على تلفزيون اسمه سي 33 وبعد شي كم شهر طلعنا على الفضائية ال بي سي على فضائية ال بي سي. بوقتها ما كان في بعد ناس تعرف شو الفضاء وما كان بعد الفضاء ينعكس على الناس مثل هلا. يعني مثلا بال 97 استقبلني دكتور فيصل القاسم ببرنامج الاتجاه المعاكس بس الناس ما بحياتهم عرفوا. هلا اذا طلع بندق ابو فطيل على برنامج فيصل القاسم كل الناس بتعرف، تقول لك انه حتى بال 97 الجزيره ما كان حدا يحضرها اللي هي اليوم من اهم المحطات الفضائيه الى جانب يعني العربيه وغيره من المحطات الاساسيه. فبالتالي هيدا البرنامج وقت البدء ما كانوا الناس بعد يحكوا، يعني بالعالم العربي بلشوا يحكوا بهالمواضيع هيدي مع هيدا البرنامج. تاني شيء بوقتها كان في أنظمة ما سقطت، كان في خوف وكان في رعب، اليوم كل الأنظمة سقطت توتاليتارية وإن شاء الله من هلأ لسنة سنتين ما بيبقى حدا منهم واقف على إجراء بيسقطوا، بس عشرت مش اللي بيجوا منهم يكونوا أسوأ منهم، عشرت إنه يجي ناس مرتبة وإيديها مش ملطخة بالدم ولا بالفساد ولا بالسرقة ولا بالنهيب ولا بالمخدرات ولا بالعهر ولا بالمجون ولا بكل هول يعني. فبالتالي بوقتها كان الظروف مثل ما قال زميلنا مختلفة عن اليوم. اليوم مين ما كان معه حق يعني كوستيوم او مين ما كان عنده تنوره قصيره بتطلع وبتعمل حاله اعلاميه. يعني في وحده حد بيتي عمرها شي ربع ساعه كنت شوفها بالحي، يعني احيانا مره تفركشت فيها وقعت انا وياها، يعني انه زغطور هيك شكلها زغطور مهضومه من شي شهر طالع انا على بكره على شغله بشوف سياره قد البيت وهيك وفي مال ازاز تبعها بتوقفني هيك وبتكبس على الزر بتقلي بونجور كيفك، قلت لها منيح بس ما عرفتك، قالت لي مخبايه ورا كوافير هيك شي مترين سيارتها يعني بتشتري نص الحي عندنا بمرمتر بالاشرفيه. قلت لها مين حضرتك؟ قال انا الفلانيه. قلت لها كيفك يعطيك العافيه شو عم تعملوا هالايام؟ قالت لي انا ميديا كونسلتنت. جاوبتني نص انجليزي ونص عربي، عمرها شيء يعني بوقت كنت اعرفها كان عمرها 10 دقائق هلا عمرها ربع ساعه. قال هي ميديا كونسلتنت. انا صرت قد الحمار عمري 53 سنه ما عدا الليل وما الي عين اقول اني اعلامي، انه اذا عادل مالك وإلي صليبي وهالجماعه كلهم هول وكميل منسى وليلى رستم وحسنان هيك الإعلامية أكيد زياد نجام مش إعلامي. ففي ناس عندهم وقاحة بيعرفوا عن حالهم أنه هن إعلامية، ليش؟ لأنه معهم شي ديبلوم ربع متر أو حاكين شي ثلاث كلمات ورق زازة حضرها شي 21 مخلوق. فقال هي ميديا كونسلتنت. فهيدي الكارثة اللي عم بحكيكم عنها هي بتفرجي القحط يلي موجودين فيه اللبنانية والعرب وبتفرجي مين عم بيوجه الرأي العام. هيدي الميديا كونسلتنت وهول الناس اللي بيجوا ماشيين ورا وزراء او نواب فاسدين او ماشيين ورا شبكه فساد بفوتوا على التلفزيونات
ما بقى في مستوى بالتلفزيونات، والعالم ثلاث ارباع ما لها جلادة شارع، يعني شو ما بتفرجيها شوف. انا ما قلت اني قد المستوى، انا اللي قلت انه انا اللي عندي ادعاء واحد، انه كل حياتي اشتغلت بصدق قد ما فيه، مش معناتها انه ما بغلط، عامل اغلاط قد غيري 30 مره، بس اذا بعمل غلطه عندي جرأة اقول اني انا غلطت، ما عندي مشكله. بس اللي عم بقوله انا انه المستوى صار فيه قحط بالمستوى لدرجه انه ما بقى فيك تطلبي. تاني شيء، اذا بدك ترجع برنامج مثل الشاطر يحكي بدك بادجت، يعني بدك مصاري. برنامج الشاطر يحكي كان فيه وراء ميزانيه 10-15 شخص، تليفون ما كان يهدى 24/24 بالال بي سي، الاو تي في تلفزيون بعده جديد ما عنده بادجت انه يحط ناس هالقد يكونوا يعني مولجين على الانتاج هالقد وقت. يعني في ناس بالاو تي في اغلبيتهم يعني شباب وصبايا بيشتغلوا على 3-4 برامج سوا لانه ما في بادجت مثل كل التلفزيونات الفتيه. فبالتالي هاي اول شيء ما في امكانيه. ثاني شيء مثل ما قال زميلنا، بوقتها كان امباكت ال بي سي كثير قوي لان ما كان في غيرها، مثل البنت الحلوه اللي وقت كان عمرنا 15 سنه بالحي بمرمتر، كان في بنت حلوه بكل الظروف كنا كلنا مغرومين فيها، مش لانها فظيعه، لان ما كان في غيرها. فهيك ال بي سي كانت من زمان. امري دكتور زياد بفترة قالوا انه الام سي تي ما قدرت تحمل زياد الخيل او صراحته او سقفه. اليوم في برنامج التحول يلي بقول فيه المقدم البرامج او الاعلامي جو معروف انه سقفه عالي والام سي تي معليه السقف على الاخر، شو الفرق يعني؟ ليه ما قدروا يحملوا زياد الخيل؟ قدروا يحملوا حدا من الجيل الجديد. بال 2002 وقت تسكرت الام تي في، وهيدي شغله نسيوها اصحابنا ب 14 اذار، لانه انزلت انا على المحكمه لحالي، انا وميشيل المر ودكتور منيف حمدان اللي دافع عني بالمحكمه وقت استجوبني قاضي التحقيق الاول بيروت دكتور حاتم ماضي. بال 2002 وقت تسكرت الام تي في من وراء برنامج استفتاء اللي كنا عاملينه انا وسليمان ابو زيد، ما حدا وقف معنا. ولما انفتحت الام تي في بال 2009 عملوا سهره قدموها سيرج زرقا وهيام ابو جديد اصدقائنا، بالسهره حكيوا عن كل البرامج تبع الام تي في، عم بيعيدوا افتتاح الام تي في وحكيوا عن تسكير الام تي في، بس ما قالوا ليه تسكرت، لانه اذا بدهم يقولوا ليه تسكرت بدهم يحكوا عن واحد اسرائيلي من البشتون حاطط لفه وبيفجر حاله مع الناس اسمه زياد نجيم، هذا اسرائيلي، هذا مبغض بالمجتمع. فبالتالي ما حكيوا الموضوع بقى، بس استقبلوني قلت لهم حس حالي هلأ من أفغانستان أنا. قال ليه؟ قلت له لأنه عم تدعوني الام تي في عم ترجع بتفتح، مثل كأنه أنا ما كنت بالام تي في. طب بأي صفة عم تدعوني؟ إنه إذا أنتوا عم تدعوني لأنه أنا كنت بالام تي في بالألفين واثنين، طب ما أقولوا بأي صفة؟ ما بيقولوا تما يجيبوا عسير التمون اسمه زياد نجيم، لأ بصيروا بدون يفرشوا سنين ويعملوا ديتارتراج عند حكيم سنين ويدفعوا 300 دولار، لأنه أنا بأفكاري بتشوشهم أفكاري، فهني بيتوتروا ما فيهم يتحملوا يتوتروا. هاي شغلة. شغلة تانية، هلأ كمان بس خلصنا ورجعوا عملوا شيء اسمه أنيفرسير الام تي في، مع أنا كنت عامل برنامج اسمه مسا الحرية، رح وصلك على الحرية، رجعوا عملوا أنيفرسير الام تي في واستعرضوا كل البرامج كما لم يكن برنامج اسمه مسا الحرية. ليه؟ لأنه لزياد نجيم وأيمن جزيني، هون بحيي أيمن جزيني لأنه هو كان المعد، كان يشتغل قبلي وأحسن مني، بس مثل كل اللي ورا الكاميرا ما حدا بيعرف فيهم. لا، في صداقة بتجمعني بميشيل مر، بس البزنس بزنس والشغل شغل. يعني سقف الحرية اللي كنا نحكي عنه، يعني بس كان اللواء جميل سيد حاكم البلد بال 2002 ما كان في ابن مرة مش يحكي يتنفس. نحن نزلنا على المحكمة وحكينا وعطينا الكلمة للكل، ما كان عنا عقدة مع حدا. فبالتالي هلأ سقف الحرية، أنا بتضحك بس الناس يقولوا لي أنا عندي سقف حرية، لأنه هلأ أصلا الحرية بين مزدوجين اللي هي كلمة بتحمل كتير تأويلات مباحة. فبالتالي هلأ مش الشطارة أنه هلأ الإنسان يحكي بحرية، الشطارة كان لما كانوا السورية حاكمين البلد بجزمتهم، النظام السوري كان حاكم البلد بجزمته، والإسرائيلية كانوا ببيروت. هونيك يلي بيسب الإسرائيلي هلأ مش مثل اللي قاوموا بال 82 ببيروت ومثل اللي قاوموا بالجنوب، واللي بيسب السوري مش مثل اللي وقف بوجه السوري لما السوري كان ببيروت. نعم، الإعلاميين والصحفيين عم يتعرضوا لضغط سياسي 100%. الإعلامي جو معروف يعني كذا مرة انطلب على التحقيق، مزبوط على ضغط وتحديدات، مزبوط مزبوط. بس هلأ الوضع ما فينا يعني ما فينا نشبه، أنا ما عم بحكي عن جو معروف، عم بحكي بالإجمال، بس عم جاوب على
مدام باتريسيا مدام هيشين، اللي عم بقوله انه اليوم ما بقى فيه ما بقى يعني قصة السقف والحرية ما بقى تخرط بعقول الناس، لانه اليوم بيطلع واحد على اي فضائية عربية بيقدر يحكي. مثلا خدي العربية، بالعربية بينتقدوا كل الانظمة العربية ما عدا النظام السعودي. خدي الجزيرة بينتقدوا كل الانظمة العربية ما عدا امير قطر. بليك بالمنار بينتقدوا كل الانظمة بس ما بينتقدوا ايران. طيب كيف هاي؟ وين يعني ما في حيادية وما في موضوعية؟ نحن عم نقول انه ادعائنا الوحيد لعود لهذا البرنامج انا وجوزيف انه نحن ما عنا التزام سياسي، وبالتالي نحن حرين من اي التزام، نحن قادرين نتحمل اي انتقاد على شرط يكون في حق الرد، يعني ما في عنا مشكلة بشيء. فهيدا جوابي ما عارف اذا كان كيف. الريتنج هو السبب لخروجك؟ الريتنج انه ايه اكيد اكيد مش هلا في عامل شخصي بالام تي في انه انا كشخص مني محبوب بالام تي في، يعني ما حدا علما انه هن بيدعوا العكس. هيدا هن بيقرروه والناس بتقرره يمكن، بس في عامل شخصي وفي عامل الريتنج اللي انا بعتبره كذبة كبيرة. يعني نسبة المشاهدين هي كذبة كبيرة اخترعوها شركات الإعلان والكونسورسيوم اللبناني اللي 5% من اللي معهم المصاري اللي حاكمين كل الناس تا يتحكموا بالبرامج. يعني أصحاب السلع يلي عنده هاي السلعة بيجي بيقلك هيدا ما عنده ريتينج شيلوه، هيدا عنده ريتينج حطوه. يعني بيستخدموك ليقلعوا تلفزيونهم ليعطوا مصداقية لتلفزيونهم، وبس تلفزيونهم يقلع بسيئان بعد المقدمات وعقول بعض المقدمين الفارغة اللي هن بيدعوا بشي هن ما بيملكوه بيستغنوا عنك، لأنه هن بيعرفوا أنه المشاهد اليوم شو ما بتعطيه بيقبل. هن معتمدين على لا مبالاة المشاهد. يعني أنا برأيي كل هالبرامج هاي يلي هلأ بتشوفيها عم تنجح لأنه في لا مبالاة عند المشاهد. يعني الناس بيقبلوا شو ما كان وبيقبلوا مين ما كان وما بهمهم حق المعرفة. نحن عنا قدسية لحق المعرفة أنا وجوزيف، أنه كل عائلة بلبنان فيها على الأقل مثل ما قلت يا قتيل يا جريح يا معوق يا حدا مهاجر ما رح يرجع إلا متوبت. وهذا شيء أنا كتير بيكون عندي مرارة كل ليلة قبل ما نام، وبفكر بكل إنسان، وبفكر بال 13700 مخطوف يلي انخطفوا ببيروت وعلى السودكة وبالجبل، وبفكر بالناس يلي نزلوا خطفون ببيروت الغربية وعملوا فيهم مقابر جماعية، وبفكر بالمسيحية اللي كانوا بالشرقية يلي انخطفوا فقط لأنه بيصلبوا إيدهم على وجههم، وبفكر بالدروز اللي انقتلوا فقط لأنهم دروز، وبفكر باليهود اللبنانية اللي ما عادوا يسترجوا يجوا على لبنان وما بقى يسترجوا يقولوا أنهم يهود أو عملوا إسلام أو مسيحية فقط لأنهم يهود، علما أنه الديانة الإسرائيلية يعترف فيها دستورنا. فكر بكل هول العالم اللي هول ما حدا بفكر فيهم، أنا صغير بفكر فيهم، وعم جرب من هالبرنامج عن الحرب أنا وجوزيف نعمل رسالة هي رسالة سلام، لأنه وقت بجيب اللي كانوا يتقاتلوا بين بعضهم وبحطهم مع بعضهم هي رسالة سلام منا رسالة حرب، لأنه في كتير ناس هيك تحفظوا أنه ليه برنامج عن الحرب وهلأ وقتها ومش وقتها. أنا ما في عندي وقتها ومش وقتها، وما عندي بين الأسود والأبيض، أنا عندي يا أسود يا أبيض، يا صح يا غلط، يا آدمي يا أخو. نعم. بس ضمن البرنامج يعني كنت عم تحكي أنا تعرفت على الدكتور زياد مشان كنت عم تحكي عن الالتزام السياسي. نعم. أنت وجوزيف ما عندكم التزام سياسي. ما عندنا التزام سياسي بحزب. إيه. بس نحن على مسافة واحدة من الكل. على الدكتور زياد مشان من هالخلف. حين سياسي حزبي ملتزم خلال الحرب تعرفنا على الشاطر يحكي تاني خلقنا ردة فعل الشاطر أكيد، فكانت حالة استفزازية سلبية وإيجابية وتنتقل بين المدح والذم أكيد. فهذه ميزة الإعلام إنه قديش قادر يحرك فيك شغلات. نجح الشاطر يحكي أنا أكره شغلة عندي كلمة تورك شو سياس ما أحب سرسرة يعني أو حواسية مش سرسرة إنه وقف الشاطر يحكي بمرحلة ما تحول فيها لاستهلاك أنا في حياتي وقف لأنه إدارة الـ LBC صارت ماليا سعودية وسياسيا سورية، من هيك وقف، وأنا مني لا سوري ولا سعودي أنا لبناني، من هيك وقف ومن هيك قالوا لي أورفار. تصور بعد 10 سنين بعد 10 سنين لليوم ما حدا تلفن لي قال لي الشاطر يحكي وقف بال 2001، اليوم نحن بال 2012، حتى ما تلفنوا لي قالوا لي انه وقف البرنامج. تصوري قلة المهنية وقلة الاحترام، وانا بيشهد كل اللي اشتغلت انا وياهم انه كنت اجي اول واحد على التصوير واخر واحد فل. انا بدي احكي شيء ايجابي. ايه تفضل. انا عايشت مرحلتين. نعم. مرحلة الشاطر يحكي ببداياتي كنت خلال الحرب واشباه الحرب
ومرحلة كلام الناس، مرحلة كلام الناس أخذت مرحلة الشرطي بحكي وطبرت وكفت، وصل كلام الناس كمرحلة لفترة ساعة يستهلك نفسه. نعم. معش في شيء. الشرطي بحكي قدم أسئلة، قدم أسئلة. نعم. قدم حالة استفزازية، خلق مساحة. هلا محامي الشيطان ممكن يأسس لبرنامج كحوار سياسي من نوع آخر. أكيد. خارج إطار شغلتنا، خارج إطار إطار عفى الله عن نمطك، يلي هاي أنا بكرهها، والسلام الحبي يلي يعني بدك توصل لمرحلة أنا جاي من الخلفية بحكيك بصراحة يا صغير. إيه. يا سعيد. ماشي. أنا لم يعنيني أي طبقة، أي شخص من الطبقة السياسية يلي عم بتكرر وعم ترجع تعيد تنتشر حرب الأهلية. فأنا ما بيهمني إذا ولي جملات محق. إذا طلعوا الدكتور سياد الجايم محق لولي جملات. لا لا أنا مش هيدا الهدف. قام دكتور سياد الجايم بتبرئة بشير شمالي. لا 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 مش يعني مش هيدا لا. يعني هذه الطبقة السياسية. ايه. هل ستعيد إنتاج حرب أهلية جديدة؟ هيدي بيقررها السؤال يا زميلنا الكريم صديقنا الكريم، هيدي بيقررها النظام السياسي. النظام السياسي حلو المسلم. النظام السياسي يلي بيتفقوا عليه اللبنانيين هاي بقررها، وإرادة اللبنانيين بالعيش المشترك أو لا، مع أنه ما كتير بحب هالكلمة، هن بقرروها مش برنامج بقررها. يعني مش البرنامج بقرر عن الحرب إذا سيعاد إنتاج الحرب، إنتاج الحرب إعادتها أو عدم إعادتها بقرروها اللبنانية إذا عندهم رغبة حقيقية ببناء دولة وببناء وطن ضمن نظام سياسي هن بيتفقوا عليه أو بيتفقوا عليه. أنا مثلا شفت برنامج جورج غانم وقلت له يا أخي اسمه جورج. إيه. شفت برنامج جورج غانم عن كمال جنبلاط. إيه. كمال بيك. إيه. الرفيق كمال. إيه. يعني عشوائي طلع كمال جنبلاط صورة حذر عربيا، عربي حذر. إيه إيه. أقرب لفكر كتائب. ذهب وإن ضم رأسه. أيه. مع أنه أنا معادي تماما لفكر كمش الله. أي نعم نعم. يعني لا مش هيك كمش الله. حضرت حلقة بيال شمايل. نعم. شوي حيطلع بيال شمايل أنه هو والملك فهد صاحبي أو هو ذهب. أي. هالقراءة الباردة ما نحن عنا ما راح جاوبك راح جاوبك بطني يلي بدك بس راح جاوبك راح جاوبك تعالوا نحب بعضنا. أي. مش الحال بيالش منجل مثل كمال جنبلاط. أنا بدي أعطيك واقع كمال جنبلاط عاد 20 سنة كان يشمون ما قطشت بس كان منخطف وليد جنبلاط شال التليفون وتلفن وشكروا. أي. بينما ألاف الشباب والصبايا والمعترين انخطفوا على الحواجب. أي. ما حدا كلف وزعني مش معرفة. إذا بتعطيني فرصة بجاوبك، إذا بتعطيني فرصة أحكي بجاوبك. الهدف تبع البرنامج أبدا منه هيك، هو لا محاكمة حدا ولا تبرئة حدا، هيدا شغل القضاء وشغل التاريخ، محكمة التاريخ أهم من محكمة الناس. نحن هدفنا فقط أنه نعطي قراءة جديدة موضوعية حيادية بس بوجود الكل. يعني أنا ما بقبل أنه يجي حدا بس يخبر التاريخ، مثل ما حكينا عن زميلنا عمر عساوي مثلا، كان عنده محاولة جدية بس بهاي المحاولة طلعوا المسيحية مجرمين واليسار والقوى الإسلامية بلبنان وأبو عمار أبطال. فأنا برأيي الكل يعني بالمجتمعات ليصير في حرب الكل لازم يغلطوا. هلأ في ناس بتغلط بمنسوب أكتر من غير ناس، فمش هيدا أبدا الهدف، ولا تبرئة زعماء سياسيين بلبنان ولا محاكمة زعماء، لأنه المحاكمة والتبرئة هي شغلة القضاء مش شغلتنا. نحن عم نعمل محاولة أقل من متواضعة مشان نقدر نوصل للناس ليه صارت الحرب وكيف صارت الحرب. يعني مثلا هلأ أول 6 7 8 10 حلقات رح يكونوا حلقات عامة، بس بعدين رح ندخل بالوقائع. يعني مثلا حرب السنتين نعمل عليها حلقة أو حلقتين، حرب الفنادق حلقة، السبت الأسود حلقة، المجزرة اللي اجت قبل السبت الأسود حلقة، تل الزعتر حلقة، الكارنتينا والمصلخ حلقة، برج حمود حلقة، التهجير اللي صار برج حمود، مجزرة الدامور حلقة، مجزرة القاع حلقة، مجزرة قنات حلقة، ومجزرة صبرا وشتيلة حلقة. مثلا ببرنامج عمر عساوي يلي بيشوف صبرا وشتيلة بيقول انه بلبنان ما في الا مجزرة صبرا وشتيلة صارت. لا هيدا شيء مش صحيح، هيدا بيسموه بالفرنسي ديزانفورماسيون، يعني عم تاخذ المشاهد والقارئ والسامع لغير مكان.
يلي صار بصبرة وشتيلة صحيح أكثر من مجزرة أنا بالنسبة إلي، مين ما يكون عمله لو خي أو أمي أو مرتي أو بيي، ولكن صار غير مجازر بلبنان مفروض ينحكى عنهم بهالتفاصيل يلي مفروض نحكت فيها صبرة وشتيلة. أمور تفضل واحد وواحد، أنا مخي ما بيحمل ثلاثة. أول سؤال حضرتك قلت إنه برنامج محامي الشيطان رح يتناول اليوم تاريخ حروب الماضي. مش حروب الماضي، قلت بين 75 و90. هل رح تجمع بالبرنامج حروب، نعرف إحنا اليوم إنه العالم العربي ولبنان بالذات عم يقطع فترات كثير صعبة، هل نعم. يربط البرنامج هالفترات بالفترات الماضية؟ أبداً. ابدا ما له علاقه لا بالربيع العربي ولا اللي عم بيصير بسوريا ولا اللي ممكن يصير بسوريا ولا بسقوط القذافي ولا بسقوط الرئيس المصري ولا بسقوط النظام بتونس، ماشي ما له علاقه. هلا ممكن حدا من المتكلمين يربط، ما فيني امنعه، بس انا التوجه تبع البرنامج هو الرجوع للتاريخ وقراءه التاريخ بالاطار اللي كان فيه بوقت التاريخ، عرفت؟ يعني بوقت مثلا كانوا يقولوا المسيحيين والموارنة والكتائب انعزاليين، مثلا كانوا يقولوا عن القوى الإسلامية انها تقدمية، مثل كأنه هي بس تقدمية والمسيحية رجعية او العكس، انه هوليك كانوا ينعتوا مثلا. كل هول بدنا نرجع ناخذهم ونشوف ليش كان فيها النظرة، ليش كان فيها اذا بدك هالتأويلات او هالمرادفات يلي استعيرت بالوقت بالإطار اللي كان فيه. بس احنا ابدا ما عم نربط بالوضع السياسي الحالي، ولكن اذا احد المتكلمين ربط ما فينا نمنعه. يعني باش نتعلم اعترف فيها الدكتور فواز الكابلس، من كان نتهمهم بالانعزاليين ايه. كنا نحن اكثر انعزالا منهم. ايه دكتور فواز احد ضيوفنا كمان. تاني سؤال دكتور زياد، يعني انت بتقصد انه نتعلم من التاريخ كمان؟ مش اكيد رح نتعلم، مش اكيد رح نحضر اول شيء البرنامج، لانه في ناس بتحب هيك برامج في ناس ما بتحب، ومش اكيد اللي بيحضر يتعلم، لانه في ناس بيحضروا البرنامج هن ورايحين على السهره. كان في واحد صاحبي كان يحكم على برامجي على ايام الشاطر، يحكي هو رايح على السهره، هو عم يلبس هو مرته، يحط الحلقه مثلا، اعمل انا المقدمه ثاني يوم، اللي شو حلوه هالحلقه، قال له عن جد، اللي ايه، قال له دخلك هالضيف شو قال امبارح، شو كان رايه، قال لي اي ضيف لهذا كان بالحلقه، اعطيه مثلا سؤالات بالربع وبالنص وباخر الحلقات، يتضح لي انه غالبيه الناس ولسوء الحظ بعض الصحفيين بيحكموا عليك بس لانه شكلك ما بيعجبهم او لانه شكلك سياسيا ضدهم سياسيا. يعني ثالث سؤال بعد في سؤال ايه حضرتك اطلقت على برنامج اسمه محامي الشيطان، اليوم دكتور زياد الجامع حيكون محامي اي شيطان؟ الشيطان يلي فينا يلي قتل الملك وخلينا نعمل حرب ونكره اللبناني الاخر، انا بدي طلع هالشيطان احميه فقط بوقت الـ يعني هو هيدا اذا بدك اخذ شوي الفكره من ديفلز ادفوكيت تبع الباتشينو، الفيلم الرائع اللي انا بعتبره بدعه بعالم السينما، بس انا بدي اخذ هيدا الشيطان، لانه انا بقول بالبرنامج احيانا بكل واحد فينا في ملاك وفي شيطان، احيانا الملاك بينتصر على الشيطان وغالبا الشيطان بينتصر على الملاك، فبالتالي انا بقول انه هيدا الشيطان يلي فينا يلي خلينا ننزل على الطريق ونوقف واحد مسيحي بالغربية ونقتله لأن بيصلب إيده على وجهه، أو بالسبت الأسود نوقف واحد على البور أو بشركة الكهرباء لأنه شيعي أو سني نذبحه لأنه مات أربعة مسيحية بمجزرة بعين سعادة، لأنه اللي مات على البور ما خصه بالفلسطيني أو غيره اللي عمل مجزرة عين سعادة، واللي المسيحي اللي مات بالغربية ما خصه بالمسيحي اللي نزل على الغربية وقتل واحد لأنه مسلم. يعني هول كلهم بدهم شيء بالفرنسي بسموه exorcisation، يعني يفو exorciser les démons اللي فينا، بتعمل يعني هي نوع من جلسة بسيكولوجيك، جلسة نفسية للناس تنشيل هالشيطان يلي بعده قاعد فينا. أنا برأيي وبعد في كتير ناس عم بيقول زميل يمكن الحرب بعدها، نحن ما عم نستحضر الحرب، نحن عم نعيد قراءة للحرب وما بدنا نستحضر الحرب، بس أنا برأيي بكل واحد فينا في شيطان. إيه؟ بس خليني هاي مرة شابة، من أكبر إشكاليات الحرب اللبنانية إيه؟ بفرنسا بتحارب، مثلا لما بيجي أنا إذا بتحكي حرب لبنان ما في مرة مثلا بيستعملوا عبارة الكتايب أصفونا إيه؟ أو الاشتراكية أصفونا، الموارنة أصفونا، إيه الموارنة فهمت. إذا فينا حقا إيه؟ نأسس لحالي أنه نفس الحطايب هاي عن جليل. اي اكيد
بدي اعتذر منك بس تنلحق نسمع الكل. تفضل. اخر سؤال. ايه. هنا باتريسيا هاشم سالتك عن بطريقه معينه عن الاعلام الجمعوي والبروجرام البحر اللي عم تعلمه. ايه. اليوم دكتور زياد انجان كاعلام كثير كبير عم نفتخر فيه، كيف تقييمه لهلا؟ كثير كبير يعني بالحجم؟ انا نصحان معك حق يعني بالحجم. فكرت بالحجم لانه ايه. اليوم شو تقييمك لهذا النوع من البرامج اللي حضرتك كنت سباق فيها؟ خي انا مين انا لأقيم البرامج؟ قلت لك انا بس حدا يقول لي اعلامي بقول له وحدك اعلامي. امبارح وقفني واحد حد بيتي قال لي كيفك استاذ؟ قلت له وحدك استاذ، انا لا اعلامي ولا استاذ، انا رجل من الناس، اسمي زياد نجام، سجل 38 من دوريس، امي كان اسمها ايفا ارداحي وبي فؤاد نجام، انتهينا. كشخص من الناس اليوم عم بتابع البرنامج، شو رايك فيه؟ الله يساعدهم كلهم تينجحوا، ان شاء الله بينجحوا، وانا بنبسط لكل انسان بينجح وبصير عنده جمهور. شو تفضل. هاي هي كل قصة، ما عندي تقييم وانا ما بقيم حدا وما بحكم مع حدا، وانا سعيد لكل انسان بينجح. تكون صادق معك، ما في ولا برنامج بتابعه بشكل يعني ريجولر، لانه اول شيء انا بشتغل تلات اشياء، برجع مأخر على البيت، وقت برجع على البيت برجع جسديا ونفسيا مستوي من الشغل، وبالتالي بيكون باقي من عقلي شي 10% من 10% الباقيين، يعني هو باقي 10 بكون باقي 10 من 10 يعني واحد يعني، بس انا جو غير جو، انا سعيد لنجاح كل انسان، شو بدك اكثر من هيك يعني، وان شاء الله بينجح اكثر، ما عندي مشكله ان شاء الله. سبحان الله. تسلم. قلت انه رح تعطي الاولويه للاخصام السياسيين لا ما قلت هيك، انا ما قلت هيك، انا قلت انه هيدا البرنامج لانه في حساسيه، لانه في حساس، اذا مستعجلين بوقف. طب ما عم نحكي، ما انت بس تحكي انا بسمعك، عم نحكي. انا ما قلت انه بدي اعطي اولويه، انا قلت لانه في حساسيه سياسيه على عماد ميشيل عون، ولانه اخصامه السياسيه تقريبا بيكرهوه، قد يخال الى ذهن الناس انه مثلا لانه هالبرنامج رح يجمع كل الفرقاء ما رح ندعي مثلا ناس هن هلأ ضده سياسيا، مثلا بالتحديد 14 أدار، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، اتسترا اتسترا. بس ما خلص جوابي، خليني خلص جوابي، ما خلص جوابي. قلنا بهالمقدمة مثلا القوات اللبنانية ما لهم علاقة بأول الحرب، بس أنا أصريت أنه أدعيهم، مثلا رح يكون عنا ضيف اللي هو أستاذ آدي أبي اللمع من القوات اللبنانية بأولى الحلقات، علما أنه ما كان في قوات بأول الحرب من الناحية إذا بدك ما يسمى اليمين المسيحي، كان في كتائب أحرار تنظيم حراس أرس. ادعينا أستاذ نوفل ضو يلي كان محبز للقوات وهلأ عنده لقاء لحاله وطارح نفسه كمرشح للانتخابات وعضو الأمان العام بتجمع 14 أدار. دعينا كل الناس يعني، ودائما عندي تنسيق معهم، ودعينا ناس مهمين كانوا بالكتائب، دعينا أعضاء بمجلس الحزب يعني. بالتالي يلي بدي اياه يفهمون الناس انه هيدا البرنامج منه سياسيا لطبقة واحدة او لمجموعة واحدة من الناس، وهيدا سياسيا لكل العالم، تما يكون في حتى شك انه مثلا نحن ما رح، مثلا باول حلقة رح يكون معنا استاذ ظافر ناصر اللي هو بالامين العام الحزب الاشتراكي يعني دغري من بعد استاذ وليد جنبلاط، علما انه اليوم سياسيا وليد جنبلاط وميشيل عون هيك، بس هو معنا بالحلقة الاولى. هلا يمكن هو يطلع مرتاح بالحلقة، يمكن ما يطلع مرتاح، هذا غير أمر، هذا أمر آخر، بس نحن منفتحين تنسمع الكل، لأنه أنا برأيي كل اللي عملوا الحرب أو اللي شاركوا بالحرب أو اللي مولوا الحرب أو اللي حرضوا على الحرب أو اللي انبسطوا بالحرب مفروض يجوا يقولونا ليش كانوا بهيدي القصة بهالمعمعة تنفهم شو صار، لأنه اللبناني إله حق يفهم شو صار. ولكن التلفزيون يعني التلفزيون عم تقدم برنامج عليه، هو تلفزيون سيئ، مش موضوع يعني هل رح يتحمل مثلا حدا من الواد يطلع يقول لأنه مثلا ميشيل عون حرق المجتمع المسيحي بحرب الإلغاء؟ بيتحمل. إذا ما تحمل تلفزيون، إذا ما تحمل تلفزيون الأو تي في، أول شيء أنا قلت بالإعلام من سنة قبل ما بلشت برنامج مع استاذ عادل مالكي اللي بحييه وبعتبر اليوم انه هذا البرنامج هو تكمله للمرحله اللي غطيناها مع استاذ عادل مالك، لانه غطى لاواخر الستينات، هلا نحن بنبلش من بعد حرب ال67، فبحيي عادل مالك كمان. اللي بدي اقوله انه انا قلت بوقتها انه انا طلعت اجتمعت بالعماد عون وقلت له بدي منك تغطيه سياسيه انه ما حدا يتعاطى بشو بينقال بالبرنامج، قال لي عندك تغطيه سياسيه، انا بس قال لي هيك، شربت القهوه وسلمت عليه وفليت. فإذا ما تحملوا اليوم أنا بترك، وهن بيعرفوا هذا الشيء، وهن بيحترموا حريتي وحرية رأيي والحرية اللي أنا بتمتع فيها لأقدر أدعي اللي بدي إيه، وما في ولا أي امتعاض ولا أي انزعاج، يعني ما بيفوتوا بهيك
معموعة كبيرة بهالقد إنتاج بهالقد جهد عم بيقوموا فيه الأو تي في لو عندهم تحفظ على أي فريق سياسي. بالعكس هن بيناسبهم سياسيا إذا بدك تاخذها سياسيا إنه يكون عندهم بلاتفورم بيدعوا عليها الناس اللي بيتناقضوا معهم سياسيا. أنا بشوفها إنه هذا مربح لإلهم. صحيح. تفضل يا ست سنين. مزبوط. مزبوط. يعني التفاؤل ما بيكون بحياته كامل والتشاؤم كمان ما بيكون بحياته كامل. يعني ما مش لازم مثل ما بيقول زميلنا دايما بيستشهد فيه زياد الرحباني لولا فسحة الأمل، كان عنده مسرحية اسمها لولا فسحة الأمل، يعني لو ما فيها الفسحة الصغيرة كنا يمكن كنا مننتهي أو منروح منعيش ببراد موريال، لأنه اللبناني كتير ذكي بيروح بيقعد 5 سنين بيحبس حاله بكندا ليطلع له باسبور، بس يطلع له باسبور بحطه بجيبته بيجي بيقعد بالأشرفية أو بطريق جديدة. خي لشو رحت جبت هالباسبور؟ إنه هو معه باسبور، يعني ذكي كتير ما بده شنغان ما بده كذا، بس يعركوها الكتائب والأحرار بفل، أو يعملوا 7 أيار جديد بفل، يعني بفل من جوني بفل بدبر حاله يعني من شي محل. anyway مش هيدا الجواب. الجواب هو إنه أنا إيه عندي أمل، لو ما عندي أمل كنت انتحرت أول شيء، وثاني شيء لو ما عندي أمل كنت تركت. أنا أخذ القرار من زمان من 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 بداية الحرب اللبنانية إنه بدي أعيش بلبنان وبدي أموت بلبنان. انطباعي إنه في ناس بعدهم بالفعل مثل ما عم تقولي حضرتك بجو الحرب، في ناس بعدهم بجو الحرب وفي ناس بكلامهم بيستحضروا الحرب. وهلأ يلي الانطباع اللي كتير أخذته مهم، لا لا على صعيد الناس بما يمثلون، الانطباع الإيجابي اللي كتير أخذته من إخواننا الفلسطينيين. يعني استقبلنا استاذ جوزيف إرداحي داعي شخصيات فلسطينية كتير مهمة من كل الميلات، من فتح من الجبهة الشعبية الديمقراطية كل الفصائل. بعتقد أن إخواننا الفلسطينيين عملوا مراجعة كتير جدية لسلوكهم، وهون ما بدي أقول إخواننا الفلسطينيين لأنه مش الفلسطينية اللي شاركوا بالحرب، اللي شاركوا هني بعض الفصائل الفلسطينية والموالين لا الرئيس أبو عمار فقط، بس في كتير فلسطينية كانوا ضد الحرب اللي انخاضت ضد اللبنانيين، كما أنه في كتير ناس مسيحيين بالمناطق اللي كانت مسيحية كانوا ضد تصرفات وسلوكيات بعض الأحزاب المسيحية، ويطبق هذا الشيء على المناطق الإسلامية والدرزية. فبعتقد أنه من الحلقات اللي شفناها اللي سجلناها الفلسطينيين عملوا مراجعة جدية للحرب اللبنانية، وبتصور أنه نفهموا مظبوط شو صار معهم، وبتصور أنه سيتعاونوا مع الملف اللبناني بكتير من الإيجابية والجدية. طبعا هلأ في استثناءات وما فيك تقولي أنه فتح الإسلام اللي صار مع الجيش بال2007 هو ملف فلسطيني 100%، يعني بس أنه الانطباع الوحيد الإيجابي الأكثر إيجابا كان من الضيوف الفلسطينيين اللي أنا برأيي عملوا مراجعة كتير جدية وإيجابية لسلوكهم قبل الحرب اللبنانية. تفضل. أحد أسباب الحرب اللبنانية هي المطالب الاجتماعية، مطالب طلاب الجامعة اللبنانية. يعني هلأ اليوم إذا بتاخذ ما يحصل اليوم مطالب الأساتذة التعليم العالي والمتوسط هربت التركيب السياسي كلها باتجاه إلغاء فتحت ملف النسبية. أيه. بس احنا ما بدنا نربط باليوم قلنا فتحت الملف لكن شنت اي عمل تغيير اجتماعي ممكن. ايه بس احنا ما عم نربط ممكن بس ما عم نربط نحن باليوم هلا. استاذ جوزيف بدي اعزبك ما دام عندك سؤال لان استاذ جوزيف عنده كلمه وبده يفرجينا التريلر. يلا تسلمي وانا كسبتها كمان. لا نبش الذاكرة، إذا ما عملتي نبش للذاكرة ما فيك تعملي قراءة للي صار معي، لأن أنا برأيي اللي ما بيفهم شو صار معه ممكن مدام. يعني أنا اللي قلته لزميلتنا نسرين من النهار إنه أكثر الانطباعات عندي إيجابية كانت عند إخواننا الفلسطينيين، بس في كتير لبنانيين مثلا دكتور فواز طرابلسي ذكره الزميل من شوي كان عنده موقف كتير مشرف، عامل قراءة ومراجعة فظيعة الشكل اللي هو كان بمنظمة العمل الشيوعي وكان رفيق أبو عمار مثله مثل محسن إبراهيم مثل جورج حاوي مثل هالناس المهمة يلي كانت بخضم المعركة السياسية والأمنية بلبنان،
دكتور فواز طرابلسي كناشط سياسي وكاستاذ جامعي وكباحث عمل مراجعة فظيعة الشكل فيها كتير من التواضع، وأنا بدعي كل الناس أنه يتواضعوا بس يعملوا مراجعة، لأنه إذا عملوا المراجعة والأنا تبعهم بينهم وبين المراجعة ما بتزبط. هلأ أستاذ جوزيف بدي أقول لكم كلمتين وبعدين يمكن ثلاثة أو أربع كلمات أو خمسة أو ستة قد ما بده، وبعدين بده يفرجينا التريلر. أنا بالنتيجة أول شيء بشكركم لحضوركم أنه تعذبتوا لتحضروا المؤتمر، وطبعاً بعد ما يحكي الدكتور زياد نجيم ما بقعد في إيميل لأي حد. عم بيمزح عم بيمزح. بحب المزح جوزيف. دكتور زياد كفى ووفى، وبعتقد يعني وصلت لكم كل التفاصيل. هلأ بيهمني أنا أنه تحضروا التريلر يلي أخذنا منه مقتطفات من بعض الحلقات اللي عملناها، بس بتمنى يعني مثل ما قال دكتور زياد برجع بأكد أنه ما تحكموا على أي عمل إلا ما تشوفوه وتتأكدوا أنه عرفتوا شو هو، لأنه أنا بتصير معي كتير وكاتب مقال 1500 كلمة بيجي شخص مثل صديقي سمير ترك بيطرقني مقدمة طويلة عريضة انه هو عطى رأيك بالفيسبوك بعدة يعني اماكن. بقى بتمنى انه دايما اي رأي بيخص البرنامج خصوصا من بعد ما تشوفوه تحكموا عليه، لانه هيدا برنامج كتير حساس وكتير دقيق وكتير عم نشتغله بضمير، يعني بس لكم بضمير معناتها ملاعم ننحاز لا لكتائب ولا لقوات ولا لاشتراكية ولا لشيوعية. نحن جماعة مستقلين وعم نجرب انه بس نفرجي قديش الحرب كانت بشعة، ونرجع نعيد قراءة موضوعية للحرب ونقطع السطر. بس فرجيهم التريلر، هلا بدنا نفرجيكم التريلر تاخذوا فكره شوي. في امل ما يمشي يعني ما تتعقدوا اذا ما مشي يعني. لا مش مشكله يعني ما ضروري تتعقدوا. انا مثلا اذا ما مشي ما بتعقد يعني. طلع مثل الفوليوم على الاخر. بس بكون تسكتوا اعملوا معروف تقدروا تسمعوا لانه كثير الصوت اساسي. اعملوا معروف قلتلكم ما تتعقدوا. شو صار؟ رحت الكهرباء يعني شموا للدوق. ايه رح تصير خطيرة يعني زي هيك. بس بتمنى منكم الاستماع للصغار كثير. طيب هيك انت جاي كرمال تشوفي واحد فينا في ملاك في شيطان. احيانا ينتصر الملاك على الشيطان. هالتفاصيل هاي ما بعرف انا. ما بحكي بهالتفاصيل هاي. اوكي. نحن قدسوا هذا الشرق وسيطينه. قائد الجيش هو لبنان. يعني اذا خدنا لحظة 13 نيسان من مجرى تكبت فيهم. اكثر من 300,000 جريح، بيناتهم اكثر من 70,000 معوق حرب. هل هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية باسم الكتائب بقرار من حزب الكتائب؟ كل طائفة تفتش عن مصيرها بمعزل عن الطوائف الأخرى. الحرب اللبنانية هي لن نبسط عين الرماني ولن نمجزر الدمور. هيانا قبل ما نعلق بالحرب ونكون بخندقين مثل ما هو هلأ، لكن الصورة بشعة جدا إن شاء الله ما بتنعاد. وقبل منا كان بالتسعه بال71 72 بلش التدريب العسكري عند كل اللبنانيين وكل الاحزاب اللبنانيه. ما حدا شاف الاتفاق على هذا من اسرار الدوله. الاتفاق بيعطي جزء من الاراضي اللبنانيه لميليشيات فلسطينيه او منظمات فلسطينيه لتمارس عمليات عسكريه. شو عمل؟ وقف التسللات والعمليات العسكريه في اسرائيل على جبهته ونقلها الى لبنان. المقاومة الفلسطينية ظهرت على خط التماس الحدودي مع العدو الإسرائيلي لأن الدولة اللبنانية لم تدافع عن الجنوبيين. وأنا ابن الجنوب وبعرف من يبحث عن ربيع عربي
سبحان من حللك للذبح بكره بنشوف عيني باي بلد بده يسكن. عشان كنا نقيد النظام في سوريا، ولذلك كان هم النظام هذا النظام في سوريا هو تدمير الديمقراطيه اللبنانيه، لانه كان ضرر له بشكل خطر على حضوره وعلى وجوده. مش هيك بدنا نحكي بالشموليه العربيه، ما نحكي تمييز عم نحكي كيف بدنا نطلع. عم بقول لك كيف بدنا نطلع، كيف بدنا نطلع انه هن ينشروا. يا استاذ ناصر خليني اسمح لي شوي. شفتوا انه هذا هو الادريس، انا شفته وجه عم بيضوي. هل هذا حقيقي ولا لا؟ هذا موضوع ثاني بنكفي فيه. نحن قتلنا سلاح ندافع عن أهلنا وعن بيوتنا وعن أرضنا وعن كرامتنا. يعني تدرج الأحداث والتسلح اللي صار عن كافة الأطراف والتدريب اللي صار عن كافة الأطراف طبعاً أيقظ مفهوم الخوف. السيدة سونيا فرنجية الراسي وهي كريمة مفهوم الرئيس سونيا فرنجية رئيس الجمهورية الأسبق تتكلم عن جبهة غرفة بتشوف قديش كان في اجتماس فلسطيني. يعني باي ناطر من 10:30 عبد الحليم قبله وهو عنده 10:30 7:30 المساء شرفنا عم يستجي يجي عم بيقول له يا زر عربي قديش طلعك عم تقول لي شو فيها يا زغرفه ما حدا منكم فيك فيها يلا شفناكم انتو جربتوا تفوتوا. ايضا كانت تسقط قذائف على مخيم بدأ وقتها. مين كان يخسر؟ لا مزرعتها من المواقع اللي فوق. مجدلية وفي زرقاء. كان انا بذكر قذيفه واحده نزلت روحت 4 شباب بعرفهم يعني. لو ما الوجود الفلسطيني المسلح انا برايي ما كان صار حل. قلت له طيب هلا وين بدك تروح؟ قال لي بدي ارجع على بلد الغربيه. دورت سيارتي أخذته معي كان مجروح عم يبقى كله مش باقي منه شيء ورجع بدي امرق على الحاجز بالضبي كان جوزيف عبود الله يرحمه بعد هون شافوا حد وجهه اسود شعره مجعد ولا مهندس من معك قلت له هذا خيي واحد يقلب ما في يقول انه العامل الفلسطيني هو العامل اللي فجر الحرب الاهليه نقطه على السطح مع انه انا ماني ندمان ابدا على اللي عملناه يعني تنكون صالحين وقت يعني اذا اضطريت ترجع تعمل وترجع تعمل اكيد بعمل بيو كمان. والديكور ما بيخطر على بالي. الديكور هذا شباب الاو تي في انا ما كثير هن جابوا الفكره لو يطلع قلت لهم اذا فيكم تعملوا هيك موقع انا بحلم به. كم حلقه؟ لهلا 6 حيكون في ايه في ناس عم يتدمجوا على هيك روعه ما طوعك صراحه عم زلطوا عنك شفت وين القصه انه تحكم على الشقه لك انا من المرات اهم شيء انا اختلف انا وياك يا حبيب قلبي كيفك يا عمي ليه مشيتي احوي جوزيفيا ليك طيب يلا احكي انت وياه سيور الله خلصنا كذب اكيد ما عرفت